الوطنيين الديمقراطيين الموحد يكشف حقائق جديدة في قضية اغتيال شكري بلعيد ويؤكد انحراف تحقيق عن مساره. واللجان التأسيسية في المجلس الوطني التأسيسي تناقش مقترحات تعديل بعض الفصول والهيئات وسط خلافات حادة. وبعد وفاة الأسير الفلسطيني ميسر أبو حمدية سلطات الاحتلال تقمع الاحتجاجات داخل السجون. تحية طيبة وأهلا بكم. كشف حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن معطيات جديدة بخصوص قضية اغتيال شكري بلعيد، وتم تقديم الترقيم المنجمي للسيارة التي نقلت القاتل. وقال زياد الأخضر أمين عام الحزب أن القضية أخذت منحا آخر لتمصي معالم الجريمة وغلق ملف قضية الاغتيال. حقائق جديدة يكشفها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في عملية اغتيال شكري بلعيد، فقد قدم الحزب الرقم المنجمي للسيارة التي نقلت القاتل، وهي سيارة على ملك شركة الواحة. كما أكد الأمين العام للحزب زياد الأخضر أن مجريات التحقيق أخذت منحى آخر لتمصي معالم الجريمة وغلق ملف قضية الاغتيال. ما نلمسه في الوقت الحالي ثم نوايا للتسريع في إغلاق ملف قضية الشهيد شكري بلعيد على غرار ما تم في ملف السيد فتحي دمر. أغلقت الأبحاث سريعا دون التأني والنظر في إمكانيات ولا في خيوط ممكنة تربط الملفين. جوهره هو التعتيم على ملابسات اغتيال الشهيد شكري بلعيد. كما أضاف الحزب أنه سيواصل المعركة إلى حين الكشف عن الحقيقة، داعيا كل القوى والأحزاب السياسية إلى وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية يوم الخميس المقبل. على خلاف ما يتصوروا، دم شكري بلعيد لن يتحول إلى ماء، وهذه خطوة أولى متاع نهار الخميس بين العائلة وبين الحزب، دعوة للاحتجاج أمام قصر العدالة في تونس، ومستعدين باش نواصلوا المعركة هذه أمام المجلس التأسيسي، أمام قصر كارتاج نفسه. بالنسبة لنا احنا، مفتاح كشف الحقيقة تاع اغتيال الشهيد هو مفتاح إنقاذ تونس، لأنه الشهيد وقع اغتياله في علاقة بمشروع لتونس. وقد تعهد الحزب بالقيام بكل النضالات السياسية والميدانية لكشف المتورطين في الجريمة تخطيطا وتنفيذا وتتبعهم قضائيا. طلبت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد بإصدار بطاقة جلب في حق رئيس الحكومة علي العريض على خلفية عدم استجابته للحضور أمام قاضي تحقيق للاستماع له في قضية الاغتيال. وكان قاضي تحقيق المباشر للقضية قد وجه استدعاء رسميا لعلي العريض في مناسبتين، عندما كان وزيرا للداخلية، إلى أنه لم يستجب. وأكد الأستاذ نزار سنوسي الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع أن رئيس الحكومة ليس فوق القانون، وأن الهيئة طلبت من قاضي التحقيق تطبيق القانون من خلال تخطئة رئيس الحكومة المؤقتة بمبلغ مالي في مرحلة أولى لرفضه المثول أمام القضاء وإصدار بطاقة جلب في حقه في مرحلة ثانية. قدم اليوم عماد دايمي مدير ديوان رئيس الجمهورية استقالته من منصبه بعد أن تمت تزكيته لتولي منصب الأمانة العامة للحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. قال دايمي أن رئيس الجمهورية طالب بمدة شهر لتفعيل الاستقالة. كان المجلس الوطني التأسيسي للحزب قد زكى نهاية الأسبوع الماضي عماد الدايمي لتولي الأمانة العامة للحزب خلفا للأمين العام المستقيل محمد عبو. رفضت لجنة الحقوق والحريات في المجلس الوطني التأسيسي اليوم مقترح إضافة فصل بتعليق بتقييد الحقوق والحريات. كما عرفت اللجنة نقاشات حادة بخصوص مقترح إدراج التربية الدينية في مناهج التعليم. حالة من التوتر سادت اليوم اجتماع لجنة الحقوق والحريات بين النائبة سلمى بكار ومنى بن نصر بعد تقديم هذه الأخيرة لمقترح إدراج مادة التربية الدينية في مناهج التعليم. على حسب الطريقة اللي خدمنا بها والنظام الداخلي للجنة متاعنا، حتى نائب ما عنده الحق يجي وسخته في آخر وقت، وهو عمره ما مارس معناتها العمل داخل اللجنة، باش يجي في آخر وقت يعطي اقتراح متاع
بند زايد. المدام هذه اللي جات النائبة مع كل احترامي لها معناتها عمرها ما حضرت معنا، جات في آخر المطاف وتقول عندي مقترح. أنا نقول اللي هذا ما عندهاش فيه الحق، وإقصاء للزملاء اللي هما نواب ويمثلوا أراهم وحزابهم داخل اللجنة الحقوق والحريات، اللي احنا أقصيناهم وما خليناهمش يعملوا مقترحات وحدهم. مغالطة كبيرة الكلام اللي قاعد يتقال. أني حضرت قبل، ماهيش أول مرة نحضر في الحقوق والحريات، معني عندي برشا مقترحات يلزم تتبنيهم اللجنة، في بقى يلزم ندافع على المقترح متاعي. لا مش اختلاف قانوني، كان أني ملي طلبت قلت عندي مقترح نحب ندافع عليه وقاطعتني وقالت لا وذي مش منهجية، نسمعك أما كملت سمعت المقترح متاعي. فما أسانيب للحوار هكي، انتوما حاضرين وشفتوها كيفاش تصرفت وذي منين جيت وذي مش من حقها مش معقول. التوتر الذي ساد الاجتماع دفع برئيسة اللجنة إلى رفع الجلسة لعشر دقائق لإعادة الهدوء وسط مواقف متباينة للنواب بين المؤيد لموقف سلمى بكار والمؤيد للنائبة منى بن نصر. تم في لجنة الهيئة الدستورية بالمجلس الوطني التأسيسي إسقاط مقترح دستورة المجلس الأعلى الإسلامي بعد تساوي أصوات أعضاء اللجنة في التصويت، مما جعل صوت رئيسها يرجح كافة إسقاط المقترح. كانت الآراء متاع أعضاء اللجنة الهيئة الدستورية مختلفة حول أهمية دستورة المجلس الإسلامي الأعلى من عدمه، فيعني كان اللجوء إلى التصويت حتى نحسم في الأمر، لأنه تقريبا وقع انقسام في اللجنة. عند التصويت أعطت 10 أصوات مع دستورة المجلس الإسلامي الأعلى و10 أصوات ضد الدستورة، وهنا حسب الفصل 60 من النظام الداخلي لجأنا إلى صوت الرئيس، لأنه صوت الرئيس يكون مرجح في هذه الحالة، وأنا هو الرئيس وأنا ضد دستورة المجلس الإسلامي الأعلى، فكان صوتي مرجح، وبالتالي تكون نتيجة التصويت 11 صوت ضد الدستورة مع 10 أصوات مع الدستورة. لذلك يعني سوف لن يكون المجلس الإسلامي الأعلى مقترح اللجنة، وسوف لن يرفع إلى الجلسة العامة. تواصل لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي في المجلس الوطني التأسيسي نقاشاتها بشأن مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء، واختلف أعضاء الهيئة بخصوص تركيبة الهيئة وكيفية ضمان استقلاليتها وحياديتها، كما تم نقاش مقترح إضافة شخصية مختصة في الشريعة الإسلامية لتركيبة الهيئة. مقترح آخر الزج مرة أخرى بالدين معناها في العملية السياسية، حيث أن من اقترح أن يكون عضو في المحكمة الدستورية يكون فقيه إسلامي، النظر في عدم تعارض القوانين مع الشريعة الإسلامية. المحكمة الدستورية من اختصاصها نظر في دستورية القوانين وليس في تعارضها مع الشريعة الإسلامية. حسر النقاش في موضوع تركيبة المحكمة الدستورية، يرى العديد ضرورة مراجعة طريقة التركيبة هذه حتى نضمن وأنهم يكونوا محايدين ومستقلين وما همش يمثلون أحزاب أو أوجه سياسية. والآن إلى الأخبار العالمية. حمل وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى خرار سلطات الاحتلال مسؤولية وفاة الأسير ميسر أبو حمدية الذي توفي صباح اليوم بعد معاناته من مرض السرطان، متهما الكيان الصهيوني بارتكابه جريمة بشعة وخطيرة بحق الأسير ميسر بسبب الإهمال الطبي والتلكؤ بالإفراج عنه على حد تعبيره. يذكر أن قوات الكيان الصهيوني قامت بقمع احتجاجات نظمها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال إثر الإعلان عن وفاة الأسير. أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تخوفه من أن البرنامج النووي لكوريا الشمالية يضعها في مسار تصادمي مع المجتمع الدولي قد يقود إلى الحرب على حد تعبيره. وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أنها ستعيد تشغيل محطة نووية رئيسية لها في مدينة يونغيانغ لتعزيز قدراتها العسكرية كما ونوعا. كهذه إجراءات اتخذت ردا على العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة ضدها، وكذلك على المناورات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية مع جارة كوريا الجنوبية. وبهذا نصل لنهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن متابعتكم.